شيماء في وسط الاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بكليب شيماء، فكرت استغل الفرصة في مشروع استثماري كبير، لكن لأن ظروفي المادية لا تسمح فأنا أتمنى أن واحد من رجال الأعمال يشاركني. فكرة المشروع أن احنا لو عملنا خط إنتاج لشبشب مطرب شيماء الشهير، فأكيد هيتحول لبراند وممكن يتباع بسعر غالي، وأكيد طبعا هيحقق شعبية خرافية في مجتمعنا. ومن المتوقع كمان نشوفهم لابسينه في المهرجانات، مثلا إطلالة الفنان فلان بشبشب شيماء قرمزي، أو إطلالة الفنانة فلانة بجزء صغير من فستان ولبسة عقد مرصع بالألماز يتدلى منه شبشب شيماء. ممكن كمان نعمل خط إنتاج لميداليات تذكارية لتنشيط السياحة، ده كمان هيبقى عليه إقبال شديد من المثقفين وحاملي الدكتوراه، لأنه ممكن يبقى له عندهم استعمال رياضي. لو كل يوم الصبح يضرب نفسه بشبشب شيماء على قفاه 3 مرات ومركز عينه على شهادته، ويستحسن طبعا انه يكرر التمرين ده بعد ما يرجع من الشغل وقبل ما ينام. وبينصح اطباء علم النفس المعاصر انه يصاحب التمرين ده اغنيه غطيني وصوتي عليا. في الشارع والحوار ماشي انا مش داري.